قلوبي ملعب جديد. حبيبي رامي العبقرينو، حبي راجع طفولته. لوقة طيبة؟ طعمتها غريبة. روح دوق العالم. طعمتها غريبة، مين بده يدوقها؟ دوقيها. دوقيها. دوقيها ليش مو طيبة؟ بس دوقها دوقها. دوقها. فيها طعمة غريبة. يا معقول بدوق لك إياها؟ إي بس فيها طعمة غريبة بس بشوف دوقها أنت. الحاس شو فيها طيبة؟ الحاس 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 بس شو فيها ليش مو طيبة؟ دوقي إياها، ما حدا عم يرضى يدوقها. دوقي دوقي. بس دوقيها دوقيها. لا 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 بس دوقيها دوقيها. دوق دوق ليش مو طيبة؟ دوق دوق. لك دوق. دوقي دوقي. دوق دوق. دوق دوق. دوق دوق. خلص خلص. خلص خلص خلص. دوقي. دوق دوقي. أشبعها. دوقي بس دوق. مصطصتي. والله صار معي 10 دقايق واقفين يا ام محمود، خلصينا بقى. ماما كله مليون لبناني، ما عم تعرفي توزعيهم. يلا خليني استلم توزيع الحصص انا، مو اسرع. والله اسرع. روقوا يا شباب روقوا، خلي نمنم تعرف تحسب. والله طولت كثير. بابا انت اكثر واحد عم تشاغبها، رجع لها. لا 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 والله وحياة الغوالي والله وجيجي ما بقى احكي. واقف منيح، شايفني عم بحاول احسبهم بس ما عم تزبط معي، يا عم يطلعوا ناقصين 50 يا زايدين 100. ليكي شو رأيك تعطيني 100 إلي أنا؟ لأنه ما بتأثر على حدا. بلا شو؟ أنا ما بقبل. ماما يا ماما ماما لحظة شوي، مليون تقسيم 4 250، والله سهلة سهلة. شو 4 يا شباب؟ نحن 5. علينا خربطتوني، شفتوا طلعنا 5. بدي أرجع أحسبه من أول جديد. ليش مين نسيتي بالحسبة؟ حضرتك مين يعني؟ أيوه خلص خليكي حاسبتيهم على 4، نتبرع لمحمود ب 10,000 من كل واحد. لحظة لحظة، صحيح إنه أنا طاير عقلي وماني مصدق إنه نحن قبضنا أول مبلغ بالقناة، بس هذا الشيء ما بيعني إنه أنا انجذبت، لكن نسيتوا كيف كنتوا تتقمطعوا فيني وما حدا يرضى يصور معي؟ لك كنت أترجاكم شيء يرضى منكم وشيء ما يرضى، وبالأخير ما يطلع لي مصاري؟ لا، هيك بتكونوا عم تطعدوني وما رح أرضى، شو أعمل يعني؟ أخلص وانتحروا. خلصتوا من عمري. تماما. اوه حاجتنا يا اخي حاجتنا، نقرت لي راسي. هي خلصنا الحسبه، يلا صار وقت القبض، اللي بقول اسمه بيقرب لعندي. فريد الفريد. حاضر. بيطلع لك معنا 200,000، وقع هون. شو بدي وقع؟ وصل استلام على المبلغ اللي رح تقبضه، وشو بيعرفني بكره تقول ما قبضت وترجع تطالب بحقوقك. لك وشو عرفك كنت بدي اعمل هيك؟ يا الله يا ماما، ما كنت غلطان لما حطيتك محاسبة القناة. ميرسي حبيبي، لسه ما شفت شي، هلا بتشوف كيف رح وزع هيدول المصاري بكل عدل. وهي وصلك وهي مصرياتك. شو هاد؟ هدول بس 50. الباقي رح احط لك ياهم بالامانات، لانه بخاف تروح تصرفهم على ملذاتك الشخصية او تروح تشتري شي هدية لجيجي. لكن والله شو عرفك؟ والله كنت ناوي اعمل هيك، كنت ناوي اشتري لها جوي ستيك جديد لجيجي حبيبة قلبي. ايه ما في. بس هيك والله مو عادل. إذا مو عاجبك رجعهم وفيك تقدم طلب اعتراض ومنراجعه بآخر السنة. شو لا لا عجبني شو ما عجبني باخذهم. طيب عود هون ودير بالك على 50,000. اوكي ها. رامي قدامك 200,000، وقعه. هات مسيك. وين باقي المصاري؟ ليش ما اعطيتيني اياهم كلهم؟ هيدول 40,000، الباقي بدي اشتري لك فيهم ثياب. مسيك بس. لا 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 ما بدي ما بدي، بدي مصاريه كلهم. من ايمتى انت بتشتري الثياب؟ لا حبيبي انا بنزل معك وانت بتنقي الثياب وانا بدفع المصاري. لا بدي مصاريه كلهم كلهم. يلا هلا بدي مصاري. بشرفك شو بدك تاخذ كل المصاري مشان تروح تتبرع فيهم لشي جمعيه خيريه؟ ايه لا بعدين شرحه مثل جدك، ما عجبك رجع المصاري وقع على اعتراض وبندرسه باخر العام. الله يا ماما الله، شو هالدقه شو هالحنكه هي،
تقولي صار لك 20 سنة بتشتغلي بالبنك الدولي. الله الله، تقبر قلبي حبيبي، لسه ما شفت شي كمان. شو قلت رامي؟ بتاخذ المصاري ولا بتوقع على التنازل والاعتراض؟ باخذهم امري لله، بس على فكرة هذا اسمه مو بس ظلم، والطغيان كمان. ايه خلصنا خلصنا، يلا اللي بعده مسيك وصلك. لارا السعادة حبيب 200,000 واقعي هون، بس بدي اخذ شوية وقت لأنه توقيعي معقد. معقد؟ لشو؟ مشان ما حدا يقلده. هلا هذا معقد؟ مسكي هاي 20,000 بس؟ انتي بدي جيب لك كومة غراض، بعدين مثلك مثل رامي مثل جدك، ما عجبك فيك توقعي على تنازل واعتراض وندرسه بآخر العام. شو قلتي؟ خلص قبلنا. مسكي هاي وصلك كمان، عادي قدامهم. الله يا ماما، الله، شو هالتخطيط؟ شو هالتنفيذ؟ أنا كتير مدهوش بإدارتك للقناة. شكرا حبيبي، لسه ما شفت شي. اللي بعده. حاضر حاضر، لا تقولي اسمي لأنه ما ضل غيري. محمود السعادة حاضر. ماما خير، شوفي لشو كل هالوراق وهالفواتير؟ لو سمحت يا أخي ما تتجاوز حدودك وتتدخل بالأمور الروتينية تبعنا. أوكي خلاص آسف. وقع هون. تفضل. والمصاري؟ أي مصاري؟ مصراتي اللي بدي أبضن. أنت حبيبي ما بيطلع لك عنا ولا ليرة. ليش؟ يعني حابب تتجاوز حدودك وتتدخل بأمورنا الروتينية. أي نعم. طيب أنت صار لك ساكن بهذا البيت 3 سنين، ما عم تدفع لا فاتورة مي ولا كهرباء ولا موتور ولا إنترنت، وهلأ صار لازم تدفعون من حسابك. بس أنا ما كنت عم اشتغل. تماماً، هي هي الفكرة، وهلأ صرت عم تشتغل. طيب ما بقي لي شيء؟ ما طلع لي شيء من هون؟ من هون بلا بيبقى لك، بس عندك ضريبه اكل وغسيل وكوي ونشر غسيل وازعاج واقلاق راحه، بيضل لك عنا شيء 10,000. وينهم هيدول؟ راح احطهم بالتامين على حياتك. ايوه، وليش ما عملتي هيك مع الكل؟ لانه كلهم تحت ال 18 اخواتك. وانت وجدك؟ جدك متقاعد وانا امك. اها، وهيك ما بيطبق غير عليك انت الشروط والقوانين والاحكام اللي نحن هلا عم نمر فيها. انا اجدبك، انا بايدي جبت لك مصاري واعطيتك اياهم بايدي. المهم معك شي 20,000 دين؟ معي، بس اتركني فكر بالموضوع. اجتماع بعد 10 دقائق. طلع لها مصاري كثير. بعد شوي بدي اياكم كلكم تنزلوا وما ترجعوا على البيت الا كل واحد جايب خسكارو معه. خسكارو؟ ايه، يعني كل واحد يصور على الاقل 10 مقالب. 10؟ طبعا السوق ما بيرحم ونحن عندنا منافسين كثير، ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئب. عصفور باليد افضل من 10 عصافير. 10؟ شو دخل هذا بهذا؟ تحمست زياده. وما بدي مقالب بايخة ومعمولة قبل هيك، بدي شي جديد، شي شد العالم شد. ومنين بدنا نجيب لك مشاهد جديدة ومقالب جديدة؟ بنخلعهم خلقة يعني؟ ما بعرف بابا، ما بعرف. المهم أطلقوا العنان لأفكاركم، أبدعوا. هلا ما عندك ملاحظة إنه أنت صرت متحمسة زيادة عن اللزوم؟ لك من أسبوع لسه كنت عم تقولي لي إنه شو هالشغل وما بطعمينا خبزة ما بعرف شو، شو صار لك فجأة؟ حبيبي كنت مفكرتك فاشل. يعني بتعترفي انه انا ناجح؟ لا ابدا، واصلا عندي شك فيك وشك انه هذا الشغل رح نربح من وراه كثير مصاري، بس بما انه قبضنا اول قبضه فنحن لازم نشجع حالنا ونقوي حالنا لنقبض اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وانا ما بدي ابدا هيك مبالغ، بدي الاف الدولارات، مشان هيك لازم نشد حالنا وبلا مياعه وضياعه وقت، والا
القبضة الجاية رح أخصم من كل واحد 50%. ملاحظة إنه أنت الوحيدة يلي عم تتأمر علينا وعملوا هيك وساوي هيك وما بتنزلي بالثورة وبتقبضي، شو القصة؟ ملاحظة إنه هذا الموجود واللي ما عجبه يصطفل، مفهوم؟ مفهوم. استعداد؟ رتلن ترادف؟ إلى الأمام سر. هلو بمقلب جديد. مقلب اليوم رامي عم يتحداني بهذا اللون. شو لونه هذا؟ هذا أحمر من لون القميص. لا أصفر. أحمر. لا أصفر. أحمر. لا أصفر. بس أحمر. بس. هذا لونه موف. أحمر. طيب كل واحد عنده لون. تعالوا نشوف الناس شو لونه. بس طبعا هلا هذا البوت لونه أحمر. شوف شو لونه. عمو شو لون هذا؟ هذا بنفسجي. أحمر هذا شو هذا؟ بنفسجي ولا لا؟ على بنفسجي. صار معك عم ألوان؟ هذا جوزي. شو جوزي ومرتي وما بعرف شو؟ هذا بوت شو لونه؟ قولوا له. لك يا استني شو شو لونه؟ أزرق. هيدا أزرق؟ أحمر أحمر أحمر. لا باذنجان. لا يا سيدي بنفسجي. لا 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 أحمر أحمر. بتحكي براسك؟ لا ما عم تحكي بالأخلاق؟ ما عم أتخلى. حكي معي. قلت له بني يا خي الصباط. لا شو معك عم الوان؟ جازي قال. ما بنفسجي عام؟ عم بيبسوا. ما بنفسجي حلال. هنن ليش بكره؟ لانه شيء غطوا شيء صور مشان نروح لمعك التلفزيون. علي حلال هالولد انضرب بفيوزات وجان. هلا اللي عرفت جده محمود شباك. هنن هنن انا لولا هنن مشان القناة على التلفزيون. محمود شباك لا تخافي بيكون معلق. يطلع لك هنن اتصلوا فيني قالوا لي بدنا نعمل معك لقاء بسبب انه قناتكم صارت مشهوره كثير وراح يغطوا الشيء اللي عم نعمله. يعني نحن نطلع على التلفزيون؟ ايه ونصير مشهورين؟ ايه وشوفي شيء جديد، ما نحن عم نصور وننزل على اليوتيوب والناس عم يشوفونا. لك لا لا هني رح يجوا يعملوا معنا لقاء عننا نحن هون، مو نحن وعم نمثل، يعني لهيك لازم نظهر بمظهر حضاري ولائق يعني حلوين مرتبين. محمود واي تلفزيون اللي جاي يصورنا؟ ما بعرف. وامتى؟ ما بعرف. ولك انت ليش بتجبرني على طول ضل معك غير حضاري؟ يعني انت عن جد كل شغلي ما بعرف ما بعرف. لك وانا عم احكي معهم نقطع الخط. هن اتصلوا اتصلوا. شو عمل؟ ولش استنى حبيبي محمود. رد علينا هيك بهدوء واتزان وحسسهم انك مو اول مره بتعمل مقابله ولا لقاء. يا جماعه ليش هيك عم تعملوا؟ والله مو مستاهله. لا شلون كيف مو مستاهله؟ رد يلا رد رد حبيبي محمود. لحظه انا برد عليهم وبقول لهم انه انا مدير اعمالك، شو رايك؟ مدير اعمال؟ هي. ايه حبيبي فريد كثير برحلك تكون مدير اعمال. برونتو. اهلين انا فريد الفريد مدير القناه. مين معي؟ ايوه انا ممكن رد عنه لمحمود، ما في مشكله. والله هو مشغول جوا بتحضير شويه افكار. ايوه ايه طبعا طبعا ما في مشكله. اهلا وسهلا، نحن بانتظاركم. يا اهلا وسهلا بتشرفوا. لارويديتشي. لارويديتشي. طالا بكره الساعه 5 رح يكونوا لك انا لك انا رح طمر. ما صدق رح انفجر بالسعادة. ماما اهدى ليصير لك شيء، يعني نحن بحاجتك بكره. اتركيه اتركيه خليه ياخذ راحته، بركي بينفجر وبيطق وبنخلص منه وبنعمل اللقاء من دونه. ما عم صدق بالحلم اللي انا فيه. حابب ضل عم احلم، حابب ضل عم احلم الحلم اللي بتمني من زمان انه يصير مشهور وقناتنا تصير اشهر قناة باليوتيوب ويصير معنا مصاري كثير وما يضل عنا ولا يوم تقشف. وانا
هيك احس حالي اني بالون كبير منفوخ ومليان سعاده وامل وحب وحماس. ابنك مطول بالخطاب ايجابي. خايفه اطول قوم ينتحر ويزت حاله من الشباك. حرام خريدو، خليه يعبر عن احاسيسه شوي. واضح انه محمود صار معه رد فعل انعكاسي. يعني محمود منعكس هلا؟ ما هي فيك تقولي هيك شيء. احكوا اللي بدكم اياه، احكوا اللي بدكم اياه، انا بحبكم كلكم، لانه انتم سبب بنكش وحكش مواهبي يلي طلعت هلا، ولولا الاضطهاد اللي عيشتوني فيه ما كنت هلا مشهور ومبدع. وليش عم تحسسني انك رح تاخذ الاوسكار بكره؟ كل القصه انه رح يعملوا معك لقاء تلفزيوني، وهذا الشيء بيصير مع اي حدا عامل ضجه على الميديا. معلش رامي معلش، احكي اللي بدك اياه وكسر بمادي في قد ما بدك، لانه انا عم حقق حلمي هلا، بس بقي حلم واحد واذا بيتحقق راح جن وابجر من الفرحه. اعمله اعمله حبيبي، لا تقصر، بس عجل لك شوي لانه بلش يضيق خلقي منك. ها عجل لك شوي، حققه لحلمك بركي بتنفجر وبخلص منك. يلا لازم حقق حلمي، ما عاد استنى ولا لحظه. كامي تتجوزيني؟ كامي فيك تغير رأيك بعد ما شفتيه على حقيقته إذا بدك؟ ها لا لا مستحيل غير رأيي، أصلا ما حدا بيعرف على حقيقته إلا محمود غيري. قولي قولي، أنا ما أصدق ما أصدق ما أصدق. بكرة بكرة العرس صح ماما؟ لا يا شو بكرة؟ بكرة عنا لقاء. طيب السبت الجاي الخطبة وبعد شهر نعمل العرس. لا وقالوا ما رح تتجوز لك يا محمود، وتجوزت ولعت عيونك كلها. اللوبي ملعب جديد، رامي تعبان وجده مرضان وما حدا عم يقدر يساعدهم بالشنطة. ايه والله انا تعبت كثير والشنطة خفيفة. تعالوا شوف مين راح يساعدكم. بعدا عموم بعد اذنك الله يخلي لك اياها، بس قول لي يساعدني بتطلع الشنطة لفوق. خفيفة هي، خفيفة خفيفة كثير. خفيفة ايه خفيفة خفيفة ما في وزن. لا تحطها على الارض مي يا زلمة، بس شيلها. لا تحطها على الارض مي مي مي. انت وين انت؟ من هون. ايه وين؟ شو انت طلع على اليمين شبك؟ شمال. اثنين لورا اثنين لورا. شب تعب والله حرام ما بيصير. قرب قرب. وين باب الحمراء؟ اخر الحمراء اخر الحمراء. حمول 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 حمول. ايه ايوه ايوه. لك يا جندو تعال هون، هلك انت مي هلك انت مي. ها هدي بقى شوي. والله ما بقدر امشي. كمل كمل معروف. والله انا مريض. والله ما بقدر امشي. كمل كمل. والله نحن وين؟ لا لا خليك حمل خليك. هيك مره هونيك مره هون ما بده. بس دقيقه بس مشان اركز علي انا. بس ركز علي انا شوي. الله يخليك. خفيفه شرف. يا الله محتاج بدي البس هاي ولا هاي. يا محمود صرنا قاعدين هون ساعة ونص ولسه ما عرفت شو بدك تلبس. خلصنا رامي. يا عمري هذا تلفزيون يا حبيبي، لازم اطلالتي تكون مميزة. اول مرة بطلع بالتلفزيون، بعدين مثل ما قالت كامي لازم يكون في عندي كريزة. كاريزما كاريزما قصدك. تماما. انت اللي راح تعمل لنا كريزة اذا ما اخترت شو بدك تلبس. وخلصنا بقى محمود، صارت الساعة 3. خلص عندي فكرة، قوم البس هدول وفرجينا اياهم. يلا روح يا حبيبي، راحت لساعه كمان. رامي حبيبي استحملني استحملني، راح اطلع على التلفزيون. استحملني. يلا استحملتك، روح خلصنا بقى. Thank you.
ايه صح، رح بدلوا معه. لا 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 تبدلوا، تعال. خلص حبيبي، هذول كتير حلوين. ولي ولي شبك محمود؟ رجعت هي الجمل اللي قبل هي اللي بديتي فيها أول مرة. شو هي؟ قبل هي. قصدك هدول؟ ولي لا لا لا، القبل قبلها كتير. لا قبل اللي قبلها. لا لا لا، مو معقول، هدول اثنين عندهم نفس المرض. قصدك الدراما؟ تماما. قصدك خلص الذكاء وسرعة البديهة اللي عندهم هن الاثنين. قصده حبيبي تامي. حبيبي. حبيبي. ولي قالتها راح انجلت، راح اوقع بارضي. محمود يا ولاد يلا تعوا، صارت الساعة 5 إلا 5. الحمد لله الحمد لله، أول مرة ماما بتنقذنا بهيك موقف. امشي امشي تعالوا. طيب موفق باللقاء، أنا راح أطلع على البيت بس تخلص بشوفك. يلا باي. أموري ولي شو عايشي؟ قالت لي حبيبي حس حالي طاير من الفرحة، اليوم صار في عندي كذا فرحة، أول فرحة اللقاء وفرحة كامي. يا عمري أنا حس حالي طاير طاير، ما بدي أتنفس. جاهزين؟ أكيد جاهزين. معقول حدا يشوف هيك جمال ولذي ونعومي ما يكون جاهز؟ تفضلي تفضلي. مرسي، هيدا من ذوقك مسيو. باريد الباريد، أشهر طباخ بإيطاليا وبالشام. بحب الرمان الحلو واللفان والكلومانتي والروكا والأبوكا وكل شيء له علاقة بالطيبات. شرفنا مسيو فريد. أنا بدي ضل واقف هون؟ ايه حبيبي خليك واقف عندك، لا تجي لهون، كتير شاطر هلا بساعدكم بكل شيء. من عيوني. اوكي جاهزين؟ نبلش؟ ايه يلا. الابداع طفرة، والطفرة هي بذرة التطور والتماهي الاجتماعي والحضاري المطلوب لوصول الرقي والتناغم المطلق مع الانفتاح التكنولوجي والثقافي يلي عم يكسح العالم. نفسك لك نفسك عم تحكي مثقفة. ليه عم تحكي؟ عم نعمل لقاء. بس ما بصير تحكي احنا عم نصور. مظبوط. بس انتوا جايين تعملوا معنا لقاء، يعني ما فهمت. استاذ محمود. نعم يا مس مذيعة. اولا ما اسمي مس مذيعة، اسمي جيزال. نعم يا مس مذيعة جيزال. شفت الاسامي يا عمري. مرسي خلاص خلاص اوكي. طيب يلا 3 2 1 اكشم اكشم. لا تواخذي لا تواخذي لمحمود، هو لانه كثير متحمس. خلص ماما خلص وقف. يلا وقف، خلي الخاله تعرف. يلا خالي. يلا يه. لا يو شو خاله؟ قصدي طنط. الا طنط طنط مس مذيعه خاله. يلا يلا بلش يلا. اوكي جو جاهزين؟ خلينا نقطع هذا النهار بخير. سبب جاهزين بنبلش مطبخنا. ونحن اليوم ضمن كل هيدا التطور صار عنا حالات فينا نقول عنهم طفرات إبداعية تعمل من الولا شي شي لتعبر عن حالة، وهي الطفرة اليوم محمود السعادة. أنا حاضر حاضر. تفضل. محمود. نعم. يا محمود يا محمود، بعرف إنك هون. يس وي. ليه بعدك عم تقطعني؟ ذكرتي اسمي. نسيت اقول لك، نحن متعودين هون بالعيله لما حدا ينادينا بنقول له حاضر او نعم، لانه اذا ما نادينا ماما بتضرب. نحن من ضمن تربيتنا بالعيله يعني واجب الاحترام، بس حدا يتنادى له فيفترض انه يجاوب ويرد فورا. يا جيجي جيجي اقول لما تعرف جيجي لا تعمل فيك العمايل، عم بتطلع المذيعة بنفس اسمها. انا ما عندي بنات فسادين، بعدين عيب انت تفسدي على اللي بتسمعي، عيب. ماشي انا ما راح فسد لها، بس لفها ها لفها. هي اسمها جيزيل، يعني شو بدي كان يدلعها فيفي؟ شو ضروري تدلعها الا مثل ما عم بيقول محمود مس مذيعة طنط. يا سمعت استاذ محمود ما بقطع تحكي. ايوه وليش هي تحكي وانا لا؟ يعني مو اللقاء معي؟ مين هي؟ انت. انا هي؟ لا 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 مش معقول مش معقول، رح يطلع ضغطي ورح انفجر. طولي بالك. وانت كمان بتنفجري؟ ونحن كمان عندنا
محمود بس يجي مبسوط بيجي لينفجر. أنا ما رح انفجر لأني مبسوطة، رح انفجر كرمال غير شيء. أنا بدي أفهم شغلة واحدة بس، ليش أنا لما بحكي بتقوم لقيامة علي وهي ما بتحكي معها ولا كلمة ولا أي شيء؟ لأنه هي حلوة ومهفهفة ومبخبخة عطورات وطويلة وبتشل شل ما بتحكي معها، وأنا محمود باليوتيوب ليش؟ لا لأن هي مقدمة البرنامج بدو عاد ماجد أوراق. آه مشان هيك. آه أوكي خلاص كملوا، أنا آسف. شو؟ شو هي بتفف؟ انت وجدتك شو صاير لكم اليوم؟ ما انت شفتوا واحد واقف؟ اسمع انت ما شميت ريحتها كاني طالعه من الغساله، ريحتها هيك شوكولاته كرام كراميل فشتوا يعني شي شي. شو بها ريحتنا نحن؟ ماما مرقي لهم اياها، والله الحق معهم مذيعه كثير حلوه. انت الثاني، انت الثاني كمان. لا تشمي. اوكي تفضلي. تفضلي عفوا عفوا، تفضلي يا مس جيزيل مذيعه مس خالد، تفضلي تفضلي. طنط واليوم بهيدا اللقاء مع محمود وعائلته رح نتعرف على طفرة إبداعية يلي ممكن توصله للنجومية وللشهرة عن طريق فكرة بسيطة، وهي تصوير مقالب مضحكة ورصد ردود أفعال الناس عليها. رح نسأل عائلته مين محمود؟ كيف بلشت هيدي الفكرة؟ ويا ترى مين كان الدعم الأول لهيدي الفكرة؟ أهلا وسهلا فيكم. أهلين أهلين. حضرتك أمه لمحمود، حكي لنا شوي عنه. بالحقيقة محمود هو الروح العائلة، هو المحرك الأساسي لإلها. أنا احتضنت هي الروح، احتضنتها من هو طفل وصغير، ونميت عنده فكرة الإبداع وساعدته وشجعته. في حدا منكم اعترض على هيدي الفكرة؟ أبداً؟ كله. أنا لما سمعت فكرة محمود طار عقلي من السعادة. الحقيقة تقال إنه محمود هو اللي جاب الفكرة، بس مين شجعه؟ مين دعمه؟ مين اشتغل على التفاصيل الصغيرة تبع الفيديوهات اللي انشرت؟ أنا طبعاً. هو بكتير أيام كان يجي لعندي عم يبكي منهار، يقول لي ماما ما عاد أقدر كفي، ماما ما عندي مشاعدات. قال له أبداً أبداً، بدك تكفي، بدك تستمر لتكفي، بدك تستمر لتحقق حلمك. يعني أنا وبكل تواضع سبب نجاح محمود الأوحد. حضرتك جده لمحمود؟ طبعا انا فريد مدحت الفريد، اشهر طباخ بالشرق الاوسط. اهلا فيك. شو رايك باللي عم يعمله محمود وشو دورك بهيدا النجاح؟ فكره اصلا لولا فضلي انا ما كان في قناه ولا فكره. من يوم محمود هو حبيب قلبي وحفيدي المفضل، وبيوم من الايام انا شفته هيك مكتئب ومنزوي، فرحت قعدت جنبه وقلت له جدو شو رايك نعمل قناتها على اليوتيوب ونعمل مقالب ونصورهم فيديوهات، واكيد انت ذكي كتير رح تنجح بهي الفكره. هو تفاجأ وانزهل بهي الفكره، بس نفذها بالضبط بحذافيرة. ومحمود بالنسبة لإلي هو ألطف وأحب حفيد على قلبي، وبتمناه بكل بيت ولكل عيلة. وهو صحيح بس الشاب فهمان وناجح، ونجاحه كله هذا بفضل جده فريد الفريد. رامي انت خيو لمحمود ما هيك؟ ايه. شو علاقتك معه وانت كنت مع او ضد هيدي الفكره؟ بالواقع محمود هو فلذة كبد هذا البيت بكل تفاصيله، هو العمود الفقري. يعني هو نتاج تطابق جينات مبدعه ومثمره لا منتهيه. انا مو بس كنت مع محمود، انا قدمت له باكوره افكاري، قدمت له باكوره أعمال حط عنده بالمقالب. أنا مو بس كنت مع محمود، أنا كنت سبب رئيسي بنجاح محمود. وإنت يا حلوة يا لارا شو بتقولي لنا عن محمود؟
محمود هو أفضل أخ بالعالم، وكنت أقول له دائماً إنه مو كل شيء بالحياة مصاري، كنت أعطيه أفكار من دون مقابل، أنا ورامي كنا نعطيه أفكار، وأنا بحبه كتير لمحمود كتير كتير. حبيبتي مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين، نحن كنا مع عائلة محمود السعادة يلي هو يعتبر طفرة هيدا السنة على يوتيوب، ويلي حقق أكبر عدد فيوز خلال شهر واحد. نتمنى إنه يكون محمود هو مثال لكل شاب عنده حلم وبده يحققه. شكراً لكم، ونتمنى إنه نلتقى بحلقة جديدة من أول طفرة. مرسي، أنا كتير مبسوطة أنا تعرفت عليك وعليكم. بس نحنا كتير مبسوطين بأنه التقينا بهالوش الحلو وبهذا الجمال الطبيعي الآسر للعقول والقلوب أمارة. هيدي بطاقتي إذا بدك تتصل فيي بعد الظهر. مرسي حبيبتي مرسي، بس ما رح يتصل لأنه بعد الظهر بيكون قاعد مع خطيب ضجيجي عم يلعبوا بلاي ستيشن. أهلا وسهلا. محظوظة. أوكي لحظة لحظة، خلصتوا؟ إيه؟ قصدك خلصتي معهم وهلأ رح تبلشوا معي؟ لا خلصنا كل شيء، خلصنا اللقاء. وأنا ما حدا سألني أو عمل معي لقاء. إيه مستر محمود، أول شيء ما بقى عنا وقت، واخدين لك كثير لقطات بلا ما تنتبه ما تعطي الهام، ورح نحطهم فوق حكي أهلك، وأصلاً اللقاء كان كله عليك، فشو بدك أكثر من هيك؟ يعني حلو؟ أكيد حلو. باي. باي. أنا بس يخلص المونتاج ببعث لكم دي في دي وبرا. باي. باي. يلا بس تخلص الحلقة، أوكي؟ الله معك، الله معك. اسمي جيجي. أنا محمود المشهور. شكراً لكم، ونتمنى أنه نلتقى بحلقة جديدة من أول طفرة. عن جد أنا كثير مبسوط، كثير مبسوط. طاهرة علي طالع بالتلفزيون. أنت مبسوط محمود؟ كثير. أنت إذا ما شفت هاي اللقطة اللي أنا طلعت فيها ربع وجهي من هون، هاي اللقطة فظيعة. هيك قلبي هيك. لمس جدو، لمس. فعلاً يا جدو، الهبل نعمة. فريد قصدي محمود، انت عملت شيء عظيم. مبروك مبروك يا جدو، مبروك مبروك, مبروك علينا كلنا مو بس انا. اكيد والله كنت خايفه من قلبي هم قلبي انه يزعل لانه مو مبين غير طرف وشه بكل هاللقاء. لا تخافي ماما، لا تخافي، محمود ما بيشوف مثل ما نحن بنشوف. كيف يعني؟ يعني محمود عنده رؤيه مختلفه. رؤيه؟ شو رامي فسر. ماما الجينات يلي حاملها محمود نتيجة تصادم جيناتك مع جينات شو اسمه عملت له علة مستديمة، وهي العلة هي إنكار الواقع، وهي شغلة كتير مريحة لإله. يعني رامي أنت حسب معلوماتك هي الشغلة منيحة لأخوك ولا لا؟ لا لا منيحة منيحة. الحمد لله الحمد لله، هذا بدنا إياه. إيه محمود حبيبي، يلا قوم فوت أنت لجوا تيسر، أنا بدي أقيس فستان الخطبة لكامل. لا 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 لا، بدي أشوفه. لا ممنوع تشوفوا ليوم الخطبة مشان الحظ الحلو. كرمال الحظ الحلو راح قوم. اوكي راح قوم فوت على الاوضه وارجع هذه المقابله واستمتع بحالي شوي. ايه يلا فوت شوف احلى وش وطرف كمان. يلا ركض كود كروج. جيجي ليش ما بنعمل خطبتنا مع محمود وكامي سوا؟ لا فريدو، أنا تحدي حالي لازم لي وقت كتير طويل وما منلحق بعد يومين. لا لا منلحق منلحق، أنا بخلص لك فستان الخطبة. إيه بس أنا عندنا خطبتين بلا خطبة. إيه وأنا معك، وهيك بتصير الطاقة الإيجابية مضاعفة بالمكان. يا سلام. بليز بليز وافقي. إيه؟ في أحلى من إنه نعمل خطبتنا سوا؟ الله يوفقك. أموري جيجي روحي، شو رأيك تقعدي؟ خلص وفاء. أموري أموري. بملف جديد، اليوم انا وجده ولارا ورامي حبينا نتغرز على العالم. تعالوا نشوف شو رح نعمل.
يلا يا حكيف. هاي دخل. برافو. ولا لا 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 من اسبوع دقيت لحالك مدحت وقلت له سفرها لعنده، واليوم دقيت اللي قاعده بنص البيت عنده. تقبر قلبي لبسها وانت مطمن يعني. خلاص خلاص 100%. كمات بلا هالقامه. لا 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 لا. بابا مفتاح. شو مفتاح؟ حلو بآخر مقلب، وأخيرا ردت العيلة تنزل تصور معي وبالشارع. بس شو بدنا نعمل؟ تعالوا نشوف. صورينا صورة بليز. يا واقف جنبي. يلا يلا خلص آخر. يلا لا حقك. صح صح. روحي بالطول بالطول. اذا بتريد قرب شوي بس من هون تطلع هيك. طب من هون من هون تعال. بالعكس هون. بالعكس بالعكس يلا. بالعكس بالعكس بليز. اعطيني جاكيت صوره بس صوره وبعطيك بس صوره بالفوق جاكيت. يلا خليك بس لقطه على السريع. بس بس على السريع لقطه على السريع بس على السريع لقطه حلوه فيك. ايه 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 ايه. لا تقف على الارض لا تقف على الارض. لكن بدي عشان ما تربطها بدي اعمل. يا ما امدها خالد ما امدها خالد ما صورتينا ما حلوة. لا 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 ما دخلنا هرب ما دخلنا احنا. روح 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 ما بتعرف تصور. ما حدا عم يعرف يطالع صورة حلوة لبيت السعادة. لهيك قررت ما دام انا مصور العيلة انه احط الكاميرا على 5 ثواني ومن نص كلنا. جاهزين؟ لا يلا. 4 3 2 1. مرحبا. انا كل ما بحزب بنسى الجملة. اكشن. التطور والتماهي الاجتماعي. تأكدت خايف منى ملجأ منى؟